نعم، كما ذكرت المواقف الفرنسية باتت تقتصر على ردود الفعل آخرها كان بيان الخارجية أمس مساء عقب اجتماع قادة مجموعة اقتصاد غرب إفريقيا إيكواس التي اجتمعت في نيجيريا، وأيدت فرنسا مجمل ما جاء في هذا الاجتماع سواء من الحل العسكري المرتقب واستدعاء القوة الاحتياط العسكرية للمنظمة أو الحلول الدبلوماسية التي يبدو أنها صعبة لحد الآن. اليوم فرنسا تترقب كل ما يأتي من نيامي ومن المنطقة، ربما آخر الأحداث التي تشغل الشارع الفرنسي والقادة الفرنسيين هو تنامي الرفض الفرنسي في هذه المنطقة، آخرها كما ذكرت احتجاجات كبيرة بالآلاف أمام قاعدة فرنسية في نيامي، ورفعت فيها شعارات معادية لفرنسا وناهضة للوجود الفرنسي بالمنطقة، وأيضا شوهد فيها أعلام روسية، أي كل تقلص للنفوذ الفرنسي يخدم بالضرورة نفوذ الروسي في المنطقة، وهذا طبعا يقلق فرنسا. فرنسا لم تعد لها طبعا حاضنة شعبية هناك منذ سنوات، منذ انقلابات بوركينا فاسو والنيجر، واليوم في وطبعا ومالي، واليوم في النيجر كما نرى فرنسا تدعم ونعم مالي وبوركينا فاسو، واليوم في النيجر. هذا الانقلاب ربما يعني لفرنسا أكثر، بما أن النيجر طبعا هي خزان فرنسا من اليورانيوم، تعتمد بنسب كبيرة، ثلث واردات فرنسا من هذه المادة من النيجر، 70% من الكهرباء الفرنسية أيضا من النيجر، وهذا طبعا جانب اقتصادي لا يستهان به، بالإضافة إلى الجانب السياسي والدبلوماسي والنفوذ الفرنسي الذي هو في تراجع وفي تقلص طبعا، وهذا يقلق الدبلوماسية الفرنسية التي تقلصت لحد كبير، وهذا طبعا أثار موجة من الانتقادات خاصة من اليمين واليمين المحافظ واليمين المتطرف التي عابت على الرئيس إيمانويل ماكرون تعاطيه مع الملف الإفريقي وملف الساحل، واعتبرت كل ما قام به منذ قدومه هو فشل، خاصة بعد سحب قوات برخان في 2022، وأيضا ما جنته اليوم من انقلاب طبعا هذه فرصة كبيرة للمعارضة لانتقاد إيمانويل ماكرون وتفاعله مع الملفات في إفريقيا. أشكرك جزيل الشكر زهرة فكاني مراسلة الغد، كنت معنا من باريس.